البروتين الايزوليت اللي عمل للناس ايه ده يا ابني، مش قلت لك تشيل الكرياتين ده قبل ما نصور؟ كرياتين غالي والناس هتتصل تقعد تسال على اسعارك. يعني اخر خمس علب كرياتين مصر تك في جمهوريه مصر العربيه، كرياتين ام اتش بي، كرياتين بيركم تريكس، كرياتين اون، حتى الرول وان كمان حطه حد الايرون مان، اغلى الارخص كرياتين سايبه. مش قلت لك تشيل الكرياتين ده قبل ما نصور؟ الناس هتقعد تتصل وتسال على اسعار الكرياتين دلوقتي، ولما هتقول لهم الاسعار الجديده مش هيستوعبوا ان الكرياتين غالي، هياخدوا فكره عننا ان احنا اسعارنا غاليه. امشي اطلع بره. سوري يا جماعه، انا اسف جدا على اللي حصل ده، انا اسف، دي حاجه بينا. خد يا خد البتين الكرياتين الدراجون دول معايا، خد. مؤاخذة يا جماعه، بروتين الايزوليت اللي عمل للناس هوس بفضل الله، بروتين ايزوليت زيرو فات وعنشار بريكي اصلي اوريجينال مليون المية، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد الكومباكت ايزوليت، فينا ما يعرفش شركه ام بي بروتين ايزوليت؟ فضل الله فضل الله، امريكي اصلي، اهم من السعر عندي واهم من اي حاجه. صحيه كام يا جماعه؟ استنى صحيه كام؟ 10 في 23. فضل الله بروتين الام بي الايزوليت، الام بي ايزوليت مش الام بي العادي. استنى يا جماعه استنى، الكينج ايزوفيت فضل الله تعالى اخده نعمته بتاع شركه نيوتريكس، مين فينا ما يعرفش اللايبو 6؟ ايزوفيت اللي هو البروتين الايزوليت بتاع شركه نيوتريكس الامريكيه الاصليه، عشر بفضل الله صلاحيه بعيده جدا بتصريح سلامه الغذاء، فين ياتي اهو تصريح وزاره الصحه وهيئه سلامه الغذاء، فضل الله تعالى اخده نعمته. صلاحيه كام؟ 2024، يحيينا ويحييكوا ربنا. بص ايزو فيت كومباكت ايزوليت، والله العظيم ما خسرها فيك. كنت حبايبي يا جماعه استنى، الاقرب الى قلبي ايزو الاتش دي بتاع شركه بي بي اي الامريكي الاصلي، فضل الله اوريجينال مليون. بص فيديو مش صور من على النت، بسوق لك حاجه فيديو، ما بجيبلكش صور من على النت، ده الامريكي الاصلي. اللي بالك بقى كيف الفطه بتاعها بلاستيك ازاي؟ اللي احنا هنقوله ده يا جماعه اسرار مهنه، يا جماعه هنعرف الناس اسرار المهنه، يلا مش مهم. انتوا حبايبي يا جماعه، شايف الغطا بتاعها بلاستيك ازاي؟ المفروض والله لما اوريكم هي راحت فين. شايف دي حاجه من دلوي العادي بتاع نفس الشركه بي بي اي لوي اتش دي، شايف الغطا بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى نيكل. الغطا في شحنه من الشحنات جاي بلاستيك عادي، تفتكر اعديها كده طلع الشغل من كراتين وتقفيله الشركه الام في امريكا، ومع ذلك انا ما فيش حاجه اشك فيها واعديها كده بالساهل. انا لما تيجي تاخد بالك اساسا، لكن انا ما عديش حاجه من تحت ايدي، رحت مصور العبوه ومصور الكراتين ومصور خط الانتاج، مع ان انا معايا فواتير المنتج ده من امريكا، ولكن ليطمئن قلبي رحت بعته في الشركه المصنعه في ايميل، ردوا عليا بان المنتج اصلي، الايميل هيظهر دلوقتي قدامك على الشاشه. فضل الله انا ما وفرش حاجه غير وانا ضامنها مليون الميه. تعالوا بقى للكينج يا جماعه، الهيدروي البروتين الهيدروليزد بتاع شركه كون، بس ده غالي شويه يا جماعه. جت دي يا جماعه في اي بي كولد ستاندرد، والوي كولد ستاندرد ده يعني بروتين طماطم وي بروتين ايزوليتس، شايف حاجات كده بتاعت الناس في اي بي، شكارت النيتروتيك وي جولد وي بروتين ايزوليت. انا مش فاهم الناس يقول لك انا عايز بروتين زيرو فات، قال يعني الواحد جرام، يعني ما هي حاجه ايزوليت فيها 1 جرام فات 1.5 2، هو يعني 1 جرام فات ده هو ده؟ احنا حرقنا 100 جرام فات دلوقتي واحنا بنتكلم في تصوير الفيديو ده، بس يلا رايح الزبون رايح الزبون. شكارت النيتروتيك وي جولد، في شكارت النيتروتيك الكبيره ال 4.5 اللي فاتت 4 كيلو ولا ربع، دي 4 كيلو ونص، انا مش هتكلم كتير. هتقدر تشيك على السيريال نمبر اهو بتاع الشيكات، ومع ذلك بقى زياده اطمئنان ما ده ممكن يضربوه عادي. خش على موقع شركه ماسل تك امريكا نفسها، تنزل الابلكيشن بتاع موقع شركه ماسل تك نفسها وتشيك عليها، بص بكيو ار ده وتشيك عليها الابلكيشن الشركه اللي مسمعاها نفسها، غالي حبتين مش عايز اقول لفظ يعني. وي جولد ستاندرد الشيكاره الاصليه لكسوستا، تقول لي بقى انا عايز بروتين ايزوليت، احلى ايزوليتات في الدنيا مش ايزوليت، تقول لي بقى انا عايز ايزو 100، علبه الايزو 100 الاصليه ب 2200 جنيه غير كده شمال، استعداد تدفع المبلغ ده في علبه بروتين؟ عايز بقى تروح تلبس مضروب يا عم، بيت ماليش دعوه، الله مش دعوه بيك يا عم، مش دعوه بيك يا ابني احنا عارفين مصلحتك اكتر منك. اما الناس بقى ايه؟ بص ده نايترو تك الامريكي الاصلي احدث اصدار بكيو ار، شايف عليه ابلكيشن موقع شركه ماسل تك يا دوله، بفضل الله تعالى واحده ونعمته. نايترو تك دوت السكوب 30 جرام بروتين وكل سكوب عليه 3 جرام كريت، ده برضه بص بروتين ايزوليت، يعني لو ما كتبولكش كلمه ايزو بالبوطه العريض ما يبقاش ايزوليت، ده في بروتين طماطم يعني، انا مش فاهم والله. ايزوليت يا عم بص ماكسيمم واي بتاع شركه ام اتش بي، مين فينا ما يعرفش جلوتامين اس ار؟ دي شركه ام اتش بي اللي عامله جلوتامين اس ار، ده الواي بروتين بتاعها. الشوكولاته هناك هو بتعمل فانيليا، مش عارف باين في الفيديو ولا لا، انا كده قررها ابتدائي فول اللي انتوا شفتهم دول امريكي مليون الميه، ناس اللي عايزه حاجات على قد الايد، والله ما هخلف نفسكم حاجه. قبل ما انسى يا جماعه، ده الواي بروتين الواحد كيلو بتاع شركه ام اتش بي، ده بتعمل كوكيز اند كريم، الطعم ده جبار، اكتب الحاجه اللي انت عايز تستفسر عن سعرها في كومنت هيرد عليك بالسعر. قطع اللسان اللي يقول عليك مصر، عشان من ده العبتين يا جماعه، له اعلان هو بيخلص يلا امر الله، قطع اللسان اللي يقول عليه مصر هو عامله ازاي؟ شفافه يا قاضي، شوف البروتين من جوه، خامات امريكيه تعبئه محليه، لكن جميع الخامات مستورده لحد العلبه، بقى كسر الدنيا مبيعات، عايز مش محتاج اعمل اعلان، دي بقى ايه؟ يعني مش عايز اقول السعر في الفيديو، هتتخض من السعر، 1 كيلو كل سكوب فيه 22 جرام بروتين، تمام، و2 جرام كرياتين كمان 32 سكوب، مش عايز اقول لك سعره عشان مش هتصدق، هتصدق اكتر لما تجرب منتج من منتجاتنا وتتصدم اكتر بالجوده المحترمه اللي احنا بنقدمها، والشكاره التي هزت عرش بروتين مصر، شكاره الواي فيز، الشكاره دي 4 كيلو ونص يا جماعه، خامات مستورده تعبئه محليه بتصريح واشراف من الشركه. بص بيقول لك ان ايجيبت اكسكيوزيف اللي في سبورت 1 اندر لايسنس باي فور دايمنشنال نيوتريشن اس اي. بص ما باينه عندكم يا جماعه ولا مش باينه؟ الشكاره دي 4 كيلو ونص، لو جيت تحسب هتلاقي كيلو البروتين فيها مش هتحصل يعني مش هتحصل ب 800 جنيه، يعني هتتصدم من السعر يا جماعه.
فضل الله هنعوم في البروسيس. اسال عن طريقه التواصل، رقم التواصل قدامك على الشاشه واتساب. طريقه الدفع والاستلام، لو حضرتك من القاهره الدفع كاملا عند الاستلام، لو حضرتك من المحافظه شحن محافظات بتدفع 100 جنيه فودافون كاش مقدم وباقي الفلوس عند الاستلام. مصاريف الشحن كام؟ الاقرب مترو 25 وبره المترو 50، ده بالنسبه للقاهره. انما لو شحن محافظات 60 جنيه.